نيجي للتوبيك اللي اسمه اسكيو ريكتال فوسا. العناوين اللي عندي فيها واضحة: السايت، الباوندريز، يجي يسأل بقى زي ما قول والكونتنتس، وعندي ابلايد اناتومي الله اعلم ممكن يسأل عليها كاريتن ولا لا. بس كده العناوين واضحة، ممكن بقى يقول لي منشن او ديسكاس او رايت اي حاجة من دول: رايت the contents of كذا، رايت the boundaries the site، راحتوا بقى. طيب الاسكيو ريكتال فوسا هي فينها؟ شايف انا بصة كده فين؟ انا كده بصة ورا شيء دي الجلوتيوس ماكسيموس. شايف هذه الفصة دي؟ شايف الفصة دي؟ هي دي؟ ايوان هي دي الاسكيو، ما ده الاسكيو. شايف اهو؟ لعنك الاسكيو. اسكيو ريكتال على اساس انها يعني المفروض ان يكون اسمها اسكيو اينال، على اساس ايه المفروض انها المساحة دي كلها يعني، تمام؟ بس هما بصين من تحت بس، قالك اسكيو ريكتال فوسا. ماشي، ده المفروض يعني فتحة المفروض الريكتم يعني يكون هنا، تمام؟ فبيسموها اسكيو ريكتال فوسا، ولو ان في اطلس سنتر هتلاقي اسمها اسكيو اينال فوسا، عشان المفروض يعني ان هما بصوا على انها بين هنا وبين هنا. يعني الاسم مش مقنع قوي الصراحة، بس المهم ان اكون شايفة ان هي دي. انا لو دخلت حاجة في المساحة دي يبقى انا حطها في الاسكيو ريكتال فوسا. ماشي، دي كده الاسكيو ريكتال فوسا. السايت اوف اسكيو ريكتال فوسا، هذه الاسكيو ريكتال فوسا موجودة فين؟ بص كده، شايف البرينيال ممبرين؟ بلاش البرينيال ممبرين دلوقتي. شايف البلفيك اوتلت؟ يعني المخرج ده كله ده البلفيك اوتلت، مش الماوس بيتحرك ده، كده البلفيك اوتلت. كنت باجي بلاين هوريزونتال كده ايماجينري، خيالي مش موجود فعلا، بيوصل بين التو اسكيو اسكيل تيبروسيتيز، مش مشكله ايه اسكيل تيبروسيتيز دلوقتي، كان بيوصل الحتتين دول ببعض. فكنت بقسم البرينيوم ده كله اللي هو البلفيك اوتلت الى بارت قدام في البرينيال ممبرين، وبارت ورا هو ده بقى اللي فيه الايه الاسكيو ريكتال فوسا. ايه دي الاسكيو ريكتال فوسا؟ اذا الاسكيو ريكتال فوسا موجوده فين؟ في الانال تريانجل. فين الانال تريانجل؟ البرينيوم عباره عن مساحه دايموند شيب. بص احنا يمكن اتكلمنا عنها قبل كده، كلمة برينيان دي في اللي يقولك هي البلفيك اوتلت كلها، يعني المساحة اللي انا ماشي عليها دي كلها، تمام؟ مخرج البلفس. وفي اللي يقولك لا، دي المساحة اللي ما بين الانس من قدام من ورا والجينيتاليا من قدام. فاحنا هنمشي كده او كده، ساعات بنعتبر البرينيام هو البلفيك اوتلت، ساعات بنعتبره هو المساحة اللي ما بين الانس والاكسترنال والجينيتاليا من قدام. ماشي، فاحنا دلوقتي بنعتبر ان البرينيوم هو البلفيك اوتلت، هي المساحه الدايموند شيب دي. ماشي ماشي، هذه المساحه الدايموند شيب جيت انا بخط تخيلي كده وقسمتها الى تراينجل قدام مش عايزاه وتراينجل ورا. خلينا نرسم احسن، تمام؟ جيت انا بالهوريزونتال لاين كده ايماجينري، قسمت البرينيوم الى تريانجل قدام مش عايزاه، تريانجل ورا في الانال كانال، يبقى هذا التريانجل اسمه ايه؟ انال تريانجل اوف برينيوم، تمام؟ والانال كانال اهي. ماشي، الاسكيو ريكتال فوسا فين بقى؟ زي ما شفناه اهي في هذه المساحه. انا اقدر ادخل ايدي هنا في اسكيو ريكتال فوسا اليمين، واقدر ادخل ايدي هنا في اسكيو ريكتال فوسا الشمال. كده قلنا على السايت اوف اسكيو ريكتال فوسا. الباوندريز، الحدود بتاعت الاسكيو ريكتال فوسا. هذه الاسكيو ريكتال فوسا لو بصيت عليها من قدام الحدود الامامية بتاعتها هتلاقي انها مين؟ هتلاقي انها البرينيال ممبرين. وعارفة انك مش مقتنع، عارفة انك مش مقتنع. اولا بلافز انتيرير وول، الاسكيو ريكتال فوسا دي
ما تقترحش انها ليها، قول anterior border ماشي، اللي هو posterior border membranial membrane ماشي مقنعة، بس تقولي انها anterior wall، لا مش wall anterior border. فبس هو كاتب لنا كده بقى، قايل لنا ان الانتيرير وول بتاعه الاسكيوريكتال فصة لهذه المساحه دي هي البوستيرير بوردر من البرينيال ميمبرين. وطبعا في البوستيرير بوردر هنا بيبقى عندي السوبرفيشال والديب ترانسفيرس برينياي ماسلز اللي كلمنا عنها في العنوان اللي قبليه، اللي هو الماسلز بتاعه السوبرفيشال والديب برينيال باوتش. فانا مش مقتنع بانتيرير وول دي، انا مقتنع انها انتيرير باوندري ماشي، او خليها يعني ماشي انا شايفه. طب قول ان هي انفيرير وول يا اخي، انتيرير وول دي مش مقنعه، انا شايفه انها انفير بس هو قال لك انتيرير وول. قال ايه يعني مثلا؟ عشان يعني طلع البرنيل ميمبرين بتبقى طالعه لقدام، يعني طالعه لقدام وفوق، بص كده تبقى طالعه لقدام وفوق، فقال ايه يعني بتبقى بص كده الحته دي تبقى واخده الانتيرير وول اوف اسكيوريكتال. المهم نرجع لموضوعنا تاني، الباوندريز بتاعت الاسكيوريكتال وليها بوستيرير وول. فين البوستيرير وول ده؟ هو ده الليجمنت اللي طالع من التيوبروسيتي دي، الحته الخشنه دي او الكبيره دي كان اسمها اسكالتيوبروسيتي، وانسرتت فين؟ لو شلنا الجلوتياس كده هلاقي ان هذا الليجامنت ده ماله طالع من السيكروم ماشي، وانسرتت في الاسكيل تيوبروستي. اسميه ايه؟ سيكرو تيوبروس ليجامنت ماشي، هو ده اللي بيكون البوستيرير وول بتاعت الاسكيوريكتال فوسا. يبقى دي البوستيرير وول مقنعة، يبقى انتيرير وول هي البوستيرير بوردر من البرينيال ميمبرين ومعاه السوبرفيشال والديب ترانسفيرس برينياي ماسل، والبوستيرير وول هو السيكروتيوبرس ليجامنت متغطي بالفايبرز بتاعت الجلوتيس ماكسيموس ماسل. طب بص كده على الميديال وول، بص كده ميديال وول، فين الميديال وول دي؟ يبقى ده الانتيرير وول ودي البوستيرير وول، ودي بقى الميديال وول، دي كده الميديال وول اللي هي ايه؟ او هي في البرنامج مش دقيقة قوي، بس هي المفروض ان ايه، احنا مقتنعين ان الميديال وول سلوبن يعني ميلة، سلوب يعني ميل، يبقى سلوبن عاملة ميل تمام. هي المفروض لما نشوف لها رسمة احسن من دي هتلاقي ان الانتيرير الابر تو ثيردز بتوع السلوبن وول دي مكونه هذه العضله الكبيره دي اللي انا لسه ما شرحتهاش، اللي هي الليفيتور اناي ماسل، ودي توبيك عندنا تمام. وفي لور ثيرد مكون بمين؟ بالانال كانال او بالاكسترنال انال سفنكتر. بص كده لما اشاور على دي كده هيقول لي ايه؟ انال سفنكتر اكسترن تمام. يبقى الابر تو ثيردز الميديال وول بتاعت الاسكيوريكتال فوسه سلوب مايله، الابر تو ثيردز بتاعتها مكونه بالليفيترو إيناي ماسل، واللور ثيرد بتاعها بيبقى مستقيم، بس مش ده مش باين في البرنامج، هنبقى نشوفه في صورة. ومكوناه الاكسترنال إينال سفنكتر ماشي. وبعد كده لو بصيت على اللاترال وول اللي هي من جوه بقى، اللاترال وول هلاقي انها عبارة عن ايه؟ انا كده عايزة ابص على اللاترال وول، هلاقي مين؟ هلاقي الاوبتيوريتر انترنس ماسل. بس الحقيقي لو بصيت فوق كده هتلاقي الاوبتيوريتر انترنس واخده مساحه كبيره. انا في الاسكيوريكتال فوسا هي اللور بارت بس من الاوبتيوريتر انترنس ماسل تمام. بعد كده جاب سيره كانال مش هتبان في البرنامج، يبقى اللاترال وول معموله باللور بارت اوف ذا اوبتيوريتر انترنس ماسل. طب هي ليه اسمها اوبتيوريتر انترنس؟ عشان انا لو بصيت قدام هلاقي ان في فورامين اهي صح؟ هذه الفورامين مسدوده بممبرين، دي الممبرين دي تمام. فقال خلاص خلينا نسمي الفورامين دي بانها الفورامين اللي مسدوده بممبرين، يبقى الفورامين المسدوده يبقى الاوبتيوريتور فورامين، اوبتيوريت يعني مسدود
ومن هنا بقى كل حاجة اتسمت اوبتيريتور، بما ان الفورامن دي اتسدت بممبرين فسميت الفورامن دي الفورامن المسدودة اي الاوبتيريتور فورامن، والممبرين نفسها سميتها الاوبتيريتور ممبرين. واي حاجة بقى هنا معدية من هنا اسمها اوبتيريتور، اوبتيريتور نيرف، اوبتيريتور فيسلز، اي حاجة اوبتيريتور. حتى العضلة دي اللي واخده اوريجين من الانر سيرفيس بتاع الاوبتيريتور ممبرين اسميها اوبتيريتور انترنس، وهي دي العضله بتاعتنا اللي بتكون لنا اللي اللور بارت منها مكون لي اللاترال وول بتاعه الاسكيوريكتال فوسا. كنا بس بنعرف ليه اسمها اوبتيريتور انترنس. في اختها على فكره بس واخده الاوريجين من هنا فاسمها اوبتيريتور اكسترنس. ماشي. المهم نرجع تاني لللاترال وول بتاعه اللاترال وول اهي بتاعه الاسكيوريكتال فوسا، كونها اللور بارت من الاوبتيريتور ممبرين من الاوبتيريتور انترنس مصر. وجاب سيرة القناة كده موجودة في الاوبتيريتور مصر، هذا بنشوفها على الاطلس. يقول لك هذه الاسكيوريكتال فوسا بس مش ليها انتيرير وول، بوستيرير وول، وميديال وول، ولاترال وول، كمان ليها ايبكس وليها بيز. عارف البيز هو ايه؟ هو اللي انا شايلاه عشان اشوف الاسكيوريكتال فوسا. انا شايله يدوبك شايله سكين وشايله الفاشيا بتاعت البرينيه، بس شلت هنا السكين والفاشيا عشان ادخل بقى في هذه المساحه. ماشي. يبقى دي الفلور، دي الفلور اللي انا شايلاها عشان خاطر ادخل واشوف الاسكيوريكتال فوسا. الفلور او البيز عباره عن سكين وفاشيا بس بتوع البرينيه. طب وليها ايبكس؟ ايبكس يعني حته ضيقه، يعني بص كده اول كل ما بدخل كل ما الدنيا بتبقى ضيقه، يعني بص كده الدنيا واسعه كده الدنيا بتبقى ضيقه. الايبكس بتاعها ايه؟ بيقول لك ان هذا الايبكس عباره عن ايه، ان الاوبتيريتور اللي كانت عامله اللاترال وول والليفيتروناي اللي كانت عامله الميديال وول التقوا مع بعض في حته ضيقه فعملوا لي الايبكس. يبقى الايبكس عباره عن الاوبتيريتور والليفيتر ايناي. بس هو كاتبها لك ايه بقى؟ الايبكس از فورمد باي اوريجين اوف ليفيتر ايناي ماسل فروم ذا اوبتيريتور فاشيا. يعني ايه الكلام ده؟ الاوبتيريتور ماسل دي متغطيه بفاشيا زيها زي اي ماسل. ماشي. فاشيا اللي مغطيه الاوبتيريتور ماسل اسمها ايه؟ اوبتيريتور فاشيا. هذه الليفيتر ايناي ماسل لما نيجي نتكلم عن اوريجين بتاعها هنلاقي ان الاوبتيريتور فاشيا بيحصل فيها ثيكنين كده اسمه الخط الابيض، اسمه الوايت لاين، ومن الوايت لاين ده الليفيتور ايناي بتاخد اوريجين. فعشان كده بيقول لك من ضمن الاوريجين بتاع الليفيتور ايناي ماسل، فقال لك الايبكس از فورمد باي اوريجين اوف ليفيتور ايناي ماسل فروم ذا اوبتيريتور فاشيا. تمام. او ممكن يبان لي اكتر لما نبقى ذكرنا الليفيتور ايناي ماسل عشان دي توبيك مستقل بذاته. تمام. يبقى تاني الاسكيوريكتال فوسا موجودة فين؟ في الانال تريانجل اوف ذا برينيوم اون ايتش سايد. ادي اسكيوريكتال فوسا اهي وادي اسكيوريكتال فوسا اهي اون ايتش سايد اوف ايه؟ اوف انال كانال. الباوندريز عندي انتيرير وول، ميديال سلوبين وول، ولاترال وول، وبوستيرير وول، وانتيرير وول. وعندي فلور انا شايلاه، وعندي ايبكس جوه خالص جوه خالص عند الملتقى اللي ما بين العضلتين دول. تمام. الانتيرير وول كان عباره عن ايه اللي انا كنت مقتنع المفروض ان يكون انتيرير باوندري، بس اي مكان انتيرير وول عباره عن البوستيرير باوندري من البرينيال ممبرين ومعاها الماسلز اللي هي السوبرفيشال والديب ترانسفيرس برينياي ماسل. طب دي الانتيرير وول. البوستيرير وول هذا الساكرو تيوبيرس ليجامنت واللي مغطياه الفايبرز بتاعت الجلوتياس ماكسيموس ماسل. طب الميديال وول اللي هي واخده ميل كده عباره عن الابر تو ثيردز منها مكونه الليفيتور ايناي ماسل، واللور ثيرد المستقيم اللي هنبقى هيبان اكتر في صوره تانية اللي هو اللي عباره عن الاكسترنال اينال سفنكتر. دي الميديال وول. واللاترال وول شفناها اهي مكونها اللور بارت من الاوبتيريتور انترنس ماسل. وبعد كده جاب سيره قناه كده احنا بقى نشوفها
وقلنا ان الايبكس يعني ايبكس يعني قمه، يعني حته لما الاوبتيريتور انترنس والليفيتور اناي ماسل قبل بعض في حته ضيقه، هو ده الايبكس. بس كتبها لي في الكتاب ازاي، فورمد باي ذا اوريجين اوف ليفيتور اناي فروم ذا اوبتيريتور فاشيا. والفلور اللي هو البيز اللي انا شايلاه اهو اللي متشال عشان اقدر ادخل هنا، هو عباره عن ايه، يا دوبك سكن وفاشيا عادي بتاعت البرينيوم. يبقى احنا كده خلصنا السايت باوندرز بتاعت الاسكيوريكتال فوسا. هي دي الصوره الحلوه للاسكيوريكتال فوسا. بص هو هنا واخد كورونال سيكشن، ودي الريكتم ولقينا الكنال، ودي الهبون اليمين والهبون الشمال، حتى الاسيتابيلم باين اهو تمام. دي الاوبتيريتور مصل الاوبتيريتور انترنس، وشفت الليفيتور انها واخده اوريجين منها ازاي تمام. خلينا نراجع بقى على الصوره دي. نراجع ايه؟ نراجع اللاترال وول اللي كانت مكونها اللور بارت من الاوبتيريتور انترنس مصل، والميديال وول اللي كانت سلوبن يعني واخده ميل، الابر تو ثيردس كانوا مايلين بالفعل وهو مكونهم الليفيتور اناي ماسل، بس اللور ثيرد كان فيرتيكال ومكونه مين؟ الاكسترنال انال سفنكتر. طب والفلور يا دوبك هو سكين وفش بتاعت البرني بس كده. يبقى رجعنا اللاترال والميديال والفلور. بص كده بقى دي الاوبتيريتور انترنس مصر واخده في فاشيا مغطيه صح؟ اهي الفاشيا دي المغطية. بص هنا حصل ايه، الفاشيا اتقسمت وبقى فيها قناه اسمها الله انا من هنطق اسمها صح ولا لا، بس اسمها الكوكس كانال. الكوكس كانال تمام. هذه الكوكس كانال فيها اعصاب ونيرفز كلهم اسمهم بيدندل، بيدندل نيرف، انترنال بيدندل ارتري، انترنال بيدندل فيسلز تمام. فبرضو اسمها التاني بيدندل كانال ماشي. ودي طبعا في اللور بارت من الاوبتيريتور فاشيا. بس كده يبقى الاوبتيريتور فاشيا كانت عند اللور بارت كده واتقسمت سبليتس تو انكلوز ذا بيدنتال نيرف اند انترنال بيدنتال فيسلز فورمينج ذا بيدنتال كانال اللي اسمها الكوكس كانال. الكوكس كانال وده السكين او والفاشيا هنا اللي اهو سكين اهو فاشيا اللي بيكونوا لي البيز او الفلور بتاعت الاسكيوريكتال فوسا. بعد كده ناقص لنا في الاسكيوريكتال فوسا ناقص لنا عنوان الكونتنتس محتوياتها، وناقص لنا ابلايد اناتومي. الله اعلم ممكن تيجي ريت انه لا، بس الكونتنتس ممكن جدا تيجي عادي خالص. الكونتنتس بتاعت الاسكيوريكتال فوسا كونتنتس عبارة عن ايه؟ عبارة عن اولا هذا ال شايف الاسكيوريكتال فوسا مليانة ايه؟ مليانة فات قوي، والفات الصراحة هنا يعني سيمي ليكويد، يعني اقرب يعني مهلبية، بيبقى مرخي خالص. ليه؟ عشان خاطر اثناء الديفيكيشن تقدر الانال كانال توسع وتضغط هنا وهنا، فيكون عاملين كأنهم مخدة بالنسبة للإنال كانال ماشي. تقلّوا الدستنشن، تقلّوا الدستنشن أو في إنال كانال، الإنال كانال تتسع أثناء الديفيكيشن. فده أول كونتنت المفروض يجي على بالي، هي مليانة سيمي ليكويد فات أول كونتنت. بعد كده كنت هما ستة كونتنتس. أولا قلنا السيمي ليكويد فات، بعد كده هنقول إيه، inferior rectal nerve inferior rectal vessels، ثم الباقي بقى برينيال، برينيال نيرف، برينيال ارتري، برينيال برانش اوف اس 4 نيرف. دي السكيما، انا لسه ما قلناش حاجه يعني، بس دي عشان بس ابقى مظبطه دماغي ان الكونتنتس بتوع الاسكيوريكتال فوسا سته، الفات ثم اتنين inferior rectal، inferior rectal nerve، inferior rectal vessels كده ثلاثه، وبعد كده التلاتة نين برينيال، برينيال نيرف، برينيال ارتري، برينيال برانش اوف اس 4 نيرف. اللي بياخد مني وقت طويل في الفيديوهات ان للاسف مش لاقي صوره تكون مجمعه حاجات كتيره مع بعض، دايما اقعد اتنقل من الصوره للتانية للتالتة عشان خاطر
يبقى يبان الكلام. يعني مثلا الصورة دي مش مبينة غير الفات، والبرنامج مش هيبين غير الانفيريور ريكتال نيرف والانفيريور ريكتال فيسلز، ممكن هيبقى مش مبين البرنيل ارتري، ففي حاجات مبينها وفي حاجات مش مبينها، فكل شوية اقعد اتنقل بين البرنامج والاطلس والحاجات دي كلها عشان يبان. ده اللي بياخد مني وقت طويل جدا. فايه، نرجع تاني للموضوع. احنا شفنا اهو اول كونتنت هو السيمي ليكويد فات اللي بيالاو ديستنشن اوف ان الكانال ديورينج ديفيكيشن. تمام، ايه بقى قصه الانفيريور ريكتال نيرفو فيسلز؟ مش دي البرينيال البيدندال كانال؟ دي البيدندال كانال اهي، فيها بيدندال نيرف وفيها internal bidendal vessels. البيدندال نيرف بيطلع منه inferior rectal branches. انا ساعتها يعني وانا بقرأ تنحت شوية، لان المفروض البرانشات دي راح تسبلاي الاكسترنال anal sphincter. طب هي راح تسبلاي الاكسترنال anal sphincter تقوم مسميها rectal يعني inferior rectal؟ طب قولي inferior anal يعني، مش عارفة بقى يعني، حتى مش منطقية عشان بس ما وانت بتكتب في الامتحان تحس انك بتقول ايه inferior rectal تقوم جايب سيرة الاكسترنال anal كان، لا اكيد دي كانت بتسبلاي الريكتم ومن اسمها، لا هي كده ليه، مش عارفة مش منطقية. البيدندل نيرف، نرجع تاني، دي البيدندل كانال فيها بيدندل نيرف بيطلع منه برانش بيسبلاي الاكسترنال anal sphincter اسمه inferior rectal nerve، وكمان بيسبلاي السكين حوالين الانس هنا. تمام، وزي ما احنا يعني زي ما باين في الصورة هو بيطلع من lateral لميديال ويروح يسبلاي الاكسترنال anal sphincter بالسكين اللي حوالين هذه الاريا. نفس الكلام في الانفيريور بيدندل، في الانفيريور ريكتال فيسلز، ان انا عندي الانترنال بيدندل ارتري اهو، ماله موجود في الانترنال في البيدندل كانال، فيطلع منه انفيريور ريكتال ارتري هتكروس من لاترال لميديال وتروح تسبلاي نفس برضو الاكسترنال هتروح تسبلاي ايه الانال كانال. المره دي ما قالش اكسترنال ان سفنكتر، الاكسترنال ان سفنكتر دي العضله، اما هنا قال لي ان الكنال. الله اعلم هل في فرق يعني بين هل يقصد ايه بقى لما غير من اكسترنال ان سفنكتر الى ان الكنال لما اتكلم عن الفيسلز، الله اعلم. والفين اللي مصاحب للانفيريور ريكتال ارتري هي 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 نفس الكلام بس بالعكس، هو بقى عشان الفين هيتجمع مع بعضه ويصب في الانترنال بيدندل فين اللي هنا، عشان اتجاه الدم في الارتري عكس اتجاه الدم في الفين. بعد كده عندي شايف هذا العصب، هذا العصب اسمه برينيال نيرف. التلاتة اللي باقيين عندي كلهم برينيال. تمام، فده كده برينيال نيرف. البرينيال نيرف ده جبنا سيرته قبل كده على فكرة، لما اجيب لك الصورة هتفتكره اهي، فاكر الصورة؟ ده كان البيدندل نيرف بيدي، ده البيدندل نيرف بتاعنا اللي موجود في البيدندل كانال. تمام، وعرفك وخدت بالك من شكله هنا، هو هنا ادى البرانش اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو الانفيريور ريكتر راح يسبلاي الاكسترنال انال سفنكتر، ما ده الريكتم اهو، يبقى دي الاكسترنال انال سفنكتر، يبقى ده الانفيريور اهو الانفيريور انال. شفت ان انا بالفعل كان عندي حق ان انا اعترض على كلمة ريكتال، المفروض ايه inferior anal، اهو يبقى inferior anal nerve ده قلناه لما اتكلمنا عن inferior rectal nerve و inferior rectal vessels. ماشي، بعد كده البيدندل نيرف برضو في قلب القناة ادى البرانش بتاعه، والبرانش بتاعه فضل يمشي، البرانش بتاعه اللي هو البرينيال نيرف وفضل معاه شوية في قلب الكنال، فالكنال نفسها بقى فيها مين؟ بقى فيها البيدندل نيرف والبرانش بتاعه اللي هو البرينيال نيرف. البرينيال نيرف ادى ايه؟ ادى بوستيريور سكروتر وماسكولار برانش اللي قلناهم قبل كده اللي كانوا موجودين في السوبرفيشيال برينيال باوتش. وبدل كلمه سكروتال
في الميل دايما بحطها ايه الكلمه النظير بتاعها في الفيميل؟ لابيال. لابيال مقصود بيها مقصود بيها لب، لان اللبس الاكسترنال لبس وكده في الفيميل هم المقابلين للسكروتم في الميل. ماشي. طيب يبقى كده اول برينيال عندي، مش احنا قلنا كونتنتس عباره عن سيمي ليكويد فات وانفيرو ريكتال نيرف انفيرو ريكتال فيسلز، ثم ثلاثه برينيال، قلنا البرينيال نيرف وقلنا ان هو ايه بيدي لي البوستيرير سكروتال بيدي لي الماسكولار برانشز. بص كده زي الصوره اللي احنا شايفينها دلوقتي، بس احنا دلوقتي بنتكلم عن ارتري. ده مين؟ ده كده مش بيدندل نيرف بقى، ده انترنال بيدندل ارتري، عشان في اكسترنال بس مش تبعنا دلوقتي. ده الانترنال بيدندل ارتري، لا عمل نفس الكلام، ادى الانفيريور ريكتال نيرفن فيسلز، ادى الانفيريور ريكتال ارتري، ادى برانش انفيريور ريكتال، وجي هنا ادى برينيال برانش زي النيرف اللي لسه قايلينه دلوقتي. تمام. وهذا البرينيال برانش عبارة عن برانش من الانترنال بيدندل، ده البرنيل اهو، برانش من الانترنال بيدندل في البيدندل كانال، وما قاليش بقى ان هو بيعمل نفس الكلام وبحكاية البوستيريو سكروتر او لابيال في الميل وهكذا، ما قالهوش. يبقى خلصنا برنيل نيرف، وادي برنيل برانش او برنيل ارتري which is a branch of the internal bidendal artery في البيدندل كانال. اخر كلمه برينيه اللي عندي ما لقيت لهوش صوره كويسه للاسف خالص، غير يعني دي كويسه حد. هذا البرينيال برانش، بس برينيال برانش اوف ايه؟ مش السباينال نيرفز كرينيال نيرفز، كان عندي 12 كرينيال نيرف، العصب السابع والعصب كذا وكذا. السباينال نيرفز بقى اسمهم ايه؟ بيتسموا على حسب السيجمنت، يعني الاعصاب اللي خارجه من السيكرال سيجمنت من السباينال كورد اسمها سيكرال سباينال نيرفز. السيكرال سباينال نيرف رقم 4، عشان انا كان عندي 5 سيكرال سيجمنتس، فالسيكرال سباينال نيرف رقم 4 طالع منه الدايركت برانش، لو بصينا عليه باللون الاخضر ده اهو، ده السيكرال نيرف رقم 4 طالع منه دايركت برانش، وبيخترق عضله هنا، المفروض هذه العضله بتبقى ماسكه في الكوكسكس، ده الكوكسكس اهو، فهو بيخترق هذه الكوكسجيوس ماسل ويدخل في البوستيريور بارت من الاسكيوريكتال. بعد ما يدخل البوستيريور بارت من الاسكيوريكتال فصه، هو ملهوش صوره للاسف، يعني هو كتب لي ان هو بيمشي فورورد ويروح يسبلاي الاكسترنال انال سفنكتر زي اخواته اللي قبل كده اللي لسه قايلينهم في الكونتنتس، وكمان بيسبلاي الليفيتور ايناي ماسل اللي كانت بتكون لي الميديال سلوبين بارت، السلوبين بارت من الميديال وول اوف ذا اسكيوريكتال فوس. الابلايد اناتومي هنا انا شايفه انها مش هتنفع تيجي ريتن، بعتذر عن فانا شايفه بعتذر على اللخبطه اللي حصلت دي، شايفه ان ابلايد اناتومي مش هتنفع تيجي يعني كريتن، بس نقراها سوا. يقول لي انفكشن لو حصل في الاسكيوريكتال فوسه عن طريق السكن اللي حوالين الانس او ليجنز في الانال كانال، زي ما في الانر فيشر، الانر فيشر دي كان اللي هو الشرخ الشرجي ده الانر فيشر، هيعمل انو ريكتال ابس ماشي which may rupture on the mucosa of the inner canal ويعمل فيستيولا. الكلام ده كله من باثولوجي قوي، يعني كلمه فيستيولا والكلام ده. وبعد كده بيقول ايه during childbirth بيحصل bilateral بيدندل نيرف بلوك، ممكن يعملوها عشان يعملوا يبنجوا اغلب المنطقه بتاعه البرنيم والربع التحتاني من الفاجينا، مش عارفه اشمعنى ربع يعني. وهنا بقى الفيزيشن بينسرت الفينجر في الفاجينا ويروح لاترالي
عشان يحس بالإسكال سباين. مش عارفة إيه اللي جاب الإسكال سباين أي، ويحط اللوكال أنستيزيا تقريبا. ده الطريقة اللي بيعرف بيها مكان الإسكيوريكتال الفصة، عشان الإسكيوريكتال الفصة فيها إيه، فيها البيدندل نيرف في الكنال اهي. لو رجعنا لها اهي، هو غالبا بيدخل صباعه في الفاجينا، بعد كده يحس الاسكيال سباين عارفه ليه، بس تقريبا فيها بيعرف يعني الاسكيوريكتال الفصة، او بيقرب من البيدندل نيرف اللي عايز يعمل له بلوك عشان خاطر انستيزيا الاجزاء المعينه. يعني كلام مش واضح قوي يعني، او خلينا كده نبقى خلصنا ان شاء الله الاسكيوريكتال الفصة بكل ما فيها ان شاء الله.